المصرية الآن شايفها حضرتك طورت من نفسها حتى أصبحت تواكب معطيات الحالة، ولا متوقفة عند أفكار الناصرية في فترة ما ولم تتطور فأصبحت مكون تاريخي وليس مكون فاعل سياسي في المشهد الحالي؟ ازمه الحاله المصريه مش في مصر، في العالم العربي. انا عايز اقول لحضرتك، خلينا في مصر. لا ما انا بتيجي مصر، خلينا في مصر يا استاذ. هرجع لمصر طبعا، حاله واحده، حاله واحده. ما فيش تقريبا بلد عربي فيه تعدد حزبي ما فيهوش حزب مصري. لا يوجد. يعني تونس للمغرب للبنان لموريتانيا لليمن الى اخره. فكر فرض نفسه موجود، الاحزاب موجوده والافكار موجوده والزملاء موجودين، لكن الحاله المصريه في مصر وفي العالم العربي عشان اربطها ببعضها، حصل لها حالة من التراجع المؤكد. تراجع في شعبية الأحزاب مش في شعبية عبد الناصر. يعني في تمييز حصل. أنا فاهمة. أنا قصدي إنه تراجع في شعبية ومريدي الفكر الناصري في مصر حالياً، ده عنوان صح ولا غلط؟ لا، العنوان الصح تراجع في شعبية الأحزاب التي تحمل المسمى الناصري. الفكرة الناصرية كفكرة شعبية موجودة عند قطاعات ضخمة جدا من مصر، قطاعات شعبية بدون ما حد يروج لها، لأنه الناس فهمت التجربة معتزة بيها لأسباب كتيرة. لكن هل هتصوت الحزب الناصري نتيجة حبها للتجربة أو لا؟ الإجابة لا. فصلت الحزب عن الحالة قطعا قطعا قطعا. وده حضرتك أقول لك حاجة، لو كنا قسنا شعبية الحزب الناصري في مصر، أي حزب منهم يعني، بعدد صور الرئيس عبد الناصر في ثورة يناير، كنا قلنا هيحكموا هم اللي هيحكموا مصر بعدها. لأن عدد صور الرئيس عبد الناصر كان ضخم جدا. طب أنا آخد لكن ما انعكسش على قوة الأحزاب. وده فشل لمن يقود الفكرة الناصرية على المستوى الحزبي في مصر والعالم العربي. طيب.